خلنا نستغل وجودك كذا بسؤال خارج ملفنا، وأبي إجابة منك مختصرة. ذكرت تغريدة لك قبل فترة لما طلع تصنيف الجامعات وجامعة الإمام، ايه إيه علقت بجامعة الإمام تستغل أو تستحق قيادة أفضل تقودها إلى المستقبل، وش ألمح له عبد الرحمن؟ أنا أعتقد أن جامعة الإمام الآن بقيادتها الحالية هي هذه القيادة عبء عليها، ليش؟ لأنها لا في ناس قالوا انه في شخصنة في الموضوع، وكأنه في موقف شخصي ما بين عبد الرحمن لاحب ومدير الجامعة. لا ما أعرفه ولا سبق وشفته، درسنا يمكن قبل 25 سنة كنت طالب في الجامعة في القصيم، ولا سلفته فلوس ولا سلفنا فلوس، ما بين شيء. هو يطرح رأياً، أو هو رجل عام، والجامعة مؤسسة عظيمة أنا يوم من الأيام انتميت إليها، ويهمنا أن تكون جامعة رائدة كما كانت. هي تحتاج قيادة شابة تتواءم مع الحراك التنموي والتطويري للمملكة العربية السعودية الجديدة. هذه الجامعة قيادتها عبء عليها، طلابها وأساتذتها هم يستحقون قيادة أكثر إدراكا وأكثر حيوية من هذه القيادة. حتى هذا رأيي، قد يكون خطأ طيب قد يكون صح. طيب كثير من آرائك ربما تكون جدلية، بس